صوتنا شوقا لتلبية النداء. هذا النداء حياتنا. كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على النبي الهما. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يروى أن الحادي اقترب من أطفال قريته الصغار ليغذي فكرهم وأرواحهم بصنوف من العلم والمعرفة، وما زال في اقتراب وألفة حتى انتشى فرحا يوما ما عند سماعهم يتهجون قصتهم الأولى ليرحب بهم في عالمه المملوء قصصا وحكايا. قررنا أنا ومجموعة من شباب القرية، قرية وادي قري هنا في سمائل، أن نبدأ مبادرة لدعم أطفال القرية وطلاب القرية. فحقيقة أذكر من المبادرات العالمية التي استوقفتني جدا معلم الابتدائية في كولومبيا لويس سيريانو، أستاذ معلم ابتدائية كان يذهب إلى الجبال ويذهب إلى الغابات ويعلم الأطفال في الغابات ويقدم لهم الدعم المعنوي والنفسي في القراءة. حين قدحت في بال أحمد فكرة القرية القارئة، كان يود بها أن يجعل القراءة سمة بارزة لأبناء قريته، ولم يثنه عن الأمر شيء، فاختار لهم من الكتب والقصص أفضلها، ولم يبخل عليهم بموقعه الأثير، وشاركهم خصوصية مكانه، متخذا إياهم خاصته، فأسس المكتبة في بيته وبين أفراد أسرته، بل أشرك أبناءه في مقصده ومسعاه النبيل. أهلا وسهلا للأطفال، تعال تفضلوا تفضلوا، ما شاء الله. مبادرة تطوعية ثقافية تقدم الدعم المعنوي والثقافي والتعليمي لأطفال قرية وادي قري في ولاية سمائل. قرية تفتقد إلى مكتبة، لا يوجد لديهم مكتبة، ربما أنا لدي مكتبة، لم يكن يجدوا مكتبة بعد الساعة الثانية تغلق المدرسة. قررنا أن ننشئ لهم مكتبة. حقيقة بحثنا عن مكان لكي نؤسس مكتبة لأطفال القرية، لم نجد إلا أن نؤسس هذه المكتبة هنا في بيتي بإشراف من أسرتي ممثلة في زوجتي وأطفالي بعض الأهالي هنا. أنا أمينة مكتبة القرية القارئة منذ أن كنت صغيرة، بعد ذلك قررت أن أفتح مكتبة باسمي مكتبة مكية، وأنا أبيع للقرى المجاورة ولقريتي، ولدي حساب في الإنستغرام باسم المكتبة مكتبة مكية، أشرح فيه أنواع الكتب وأروج للمكتبة وأقول أكتب هناك أسعارها وعن ماذا تتحدث وهكذا. هذه المبادرة بدأت عام 2010. كانت الأسباب التي دفعتنا لتأسيس هذه المبادرة، رأينا أن هناك تراجع وضعف في مهارة القراءة والكتابة. قمت بمتابعة القرية القارئة من فترة إنشاء هذه المبادرة إلى هذه الساعة، وأعتبر نفسي من الأشخاص المحظوظين في كسب المعرفة وكسب الثقافة من هذه القرية. شيخ الندى، البرق والمطر اهتدى،
في جدول بجبينه وحديقة بيمينه. أترى الربيع إذا بدا إلا حصاد سنينه. نحكي ولا ننام؟ ما اسمع، نحكي ولا ننام؟ نحكي. كان يا ما كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والهمان. كان يا ما كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان. كان هناك فلاح الله يحييه ظل يقترب أكثر وأكثر من تمتماتهم بالجمل والحكاية، فطربت أذنه لذلك وسعدت عيناه بروعة مشهد يفخر به كما تفخر به أجيال من أسلافه الذين كانوا صفحات حضارة وثقافة إسلامية أصيلة تحتفي بالعلم والتعلم. فأضحى الحادي والراوي والمحفز لهم ولأهليهم. أنا أؤمن بطاقة الكلمة حقيقة. الكلمة لها طاقة كبيرة، وعندما نتأمل مثلا القرآن الكريم نجد يكاد نصف القرآن الكريم هو قصص وحكايات، والقصص والحكايات هذه التي يحكيها القرآن الكريم عن الأنبياء وعن الأقوام السابقة هي كلمة، لكن هذه الكلمة لها طاقة كبيرة. لذلك أنا أشعر يعني بفخر كبير دعم النفسي للأطفال في المبادرة بالكلمة، رغم أنها كلمة لكنها تخلق لديهم وعي وتخلق لديهم رغبة في الحياة وتخلق لديهم رغبة في حب الوطن. مبادرة القرية أثر كبير على أبناء القرية، وكذلك طبعا لها أثر متواصل لأولياء الأمور، فكثير من الأولاد يرتادوا هذه المكتبة واستعارة كثير من الكتب التي لها علاقة بتنمية مهاراتهم وقدراتهم والتي تعينهم طبعا في حتى مراحلهم الدراسية. كانت كذلك لها الدور الكبير القرية القارئة في عملية الاستشارة التربوية، حيث كنا نوجه بعض الأسئلة التي تستصعب علينا في تربية أطفالنا في عملية توصيل المعلومة، وكذلك في كيفية إلقاء القصص للأطفال وكيفية أخذ الاستفادة المثلى من هذه القصة. فالفضل يعود إلى القرية القارئة في هذا الشأن. بحث وتقصى عن أفضل الأساليب لتحبيبهم في القراءة، فأعد لهم برنامجاً يضم كتاباً وحكواتيين ساردين متخصصين في قصص الأطفال. وحين وجد لديه شغفاً وميلاً لتلقينهم الحكاية والقصص، اطلع على التراث الشعبي ليصبح لأجلهم من أوائل الحكواتيين في السلطنة، مستمتعاً هو بشغفهم في التلقي ومأخوذين هم بأسلوبه الشيق الماتع. قمنا باتباع عدة طرق وأدوات لتقديم هذا الدعم لأطفال وطلاب القرية. كانت واحدة من الأدوات التي قدمناها هي تحبيب الأطفال في القراءة. كيف ذلك؟ أننا قدمنا كثير من الدعوات للكتاب والحكواتيين لزيارة القرية. ظفرنا في خلال 10 سنوات إلى الآن تقريبا أو 11 سنة ما يقارب ب
15 كاتب عربي وأكثر من تقريبا 14 كاتب عماني، وكلهم استضفناهم هنا. في كل مرة ينزل ضيف إلى عمان كنا نستضيفه هنا إلى سمائل، نعرفه بالولاية، نقدم يعني تعريف بمعالم والقيم الإضافية الموجودة هنا في قريتنا وفي سمائل، ثم يقدم هذا الضيف فعالية قراءة وحكي للأطفال. حقيقة هذه الأداة أتت بثمار غير طبيعية، وأتت بثمار رائعة ومبهجة، لأنه وجدنا دعم كبير من الأهالي. مبادرة القرية القارئة كان لها دور في تنمية مهارات تقوية العلاقات الإنسانية في نفوس الفئة المستهدفة وهم الطلاب والأطفال في القرية، حيث أن هؤلاء الضيوف الذين كانوا يأتون من مختلف الدول العربية أوجدوا نوع من الوصال والتواصل مع هؤلاء الأطفال بالتعارف والتفاهم والمعرفة، وهذا الحوار الذي يخلقونه شكل فكرة العلاقات الإنسانية. حقيقة هذه هذه الفعاليات وهذه المبادرات مثل فعالية الحكواتي التي تقوم أصلا على التواصل البصري الذي هو جزء من التواصل الإنساني، ربى ونمى كثير من المهارات الجيدة في التواصل في العلاقات الإنسانية لدى الأطفال ولدى حتى الأهالي. رفع اليد مثل المآذن في المدى، فسمت إليه ذواتنا أخذ يمدهم ببحور وكنوز العلم والمعرفة، فكان رفيق الصبية الصغار هو وكتبه، حتى يرى فيهم القارئ النهم والمثقف الملم والمبدع المتواضع، فكان في هذا الوادي حادي الروح والفكر معا. كنت من أوائل الناس الذين استفادوا من مبادرة القرية القارئة، واستخدمت مهارات القرية القارئة من حيث القراءة والتواصل مع المجتمع، أن طورت مهاراتي كذلك في المرحلة الجامعية. اشتركت في مسابقة قطار المعرفة عام 2013، وقد تأهلت وحصلت على المركز العاشر على مستوى السلطنة، وتأهلت وانتقلت إلى دبي حيث تم تكريمي مع العديد من المشاركين من مختلف الدول العربية. وطبعاً أكسبتني هذه المبادرة حب القراءة ومهارة الاطلاع والتحدث، وقد ساهمت هذه المبادرة في دخولي في مسابقة الأندية للإبداع الشبابي في مسابقة الإلقاء الشعري، حيث ضمت هذه المسابقة ثلاث مستويات. وصولي على المستوى الأول كان في مركز التدريب المهني بسمائل، حصلت على المركز الأول، ثم استكملنا في المستوى الثاني على مستوى المحافظة، أقيم في قلعة نزوة، وحصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة، وهذا يرجع بفضل مكتبة القرية القارئة التي ساهمت بشكل كبير في زيادة مخزون المصطلحات في موسوعتي للتحدث، كذلك انتقالي من القصص للرواية للشعر أكسبني الجرأة والثقة بالنفس وقدرتي على الكتابة، سواء في مسابقات شتى، سواء في مسابقة الخطابة، الشعر وغير ذلك. كل هذا يرجع بفضل القراءة، وكذلك لا ننسى مبادرة القرية القارئة. أستاذ عمي أحمد كان هو يشجعنا، ويعني لما نسير يعني هو يشيلنا مكان الورش، كان هو يشجعنا يقولنا شارك ولا تستسلم. أشعر بفخر كبير بعد كل هذه السنوات أنني أرى يعني أطفال المبادرة وطلاب المبادرة
وأهالي القرية يشعرون بالامتنان لأنه وجدوا أن تلك البذرة الصغيرة التي التفوا حولها في 2011 أتت بثمار جيدة، ظهرت على مستوى المستوى الدراسي لأولادهم، ظهرت على أيضا على مستوى التسويق الذي حصلت عليه القرية. أود أن أوجه شكري وتقديري إلى أسرة الأستاذ أحمد الراشدي وعائلته بوقوفهم معي وتخرجي من الجامعة، وأنا كل ثقة بأن الجيل القادم من مبادرة القرية القارية سيكون منهم الرسامين والممثلين والأطباء والمهندسين ممن يخدمون هذا البلد ويخدمون أسرتهم وهذه القرية بإذن الله. قرار حاديهم بإحداث تغيير مجتمعي وثقافي في الوادي أثار فضولهم واهتمامهم، حتى أضحى هدفاً ينشده كل أهالي القرية. هم اليوم يشكرونه على الفكرة والمبادرة وعلى وقته الثمين وإمكاناته المتواضعة التي صنعت فرقاً بين أفراد موقنين كحاديهم أن خير جليس في الزمان كتاب، فشكراً له وشكراً لهم مبادرين رائعين. قصد المرام الأبعد والسائرون وراه يتلقفون حداه، وكأن أمواج الصدى بحر تجاوز ماءه. لما عدا خلع الطريق ومرتد والحقل حين توردا يصف حمرار جروحه، شيخ الندى البرق والمطر اهتدى في جدول بجبينه وحديقة بيمينه. أترى حصاد سنين